السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان جميعا، تحية جميع المواليد. كما كتشوفوا معنا حنا كنتواجدوا عند البطل ديالنا عبد الله خزار مع عملية كونترول في المسابقة ديال ولاد جرار. بالنسبة للإعلان الإخوان، الحمامة الأولى اللي ديكلارا بها غيكون إن شاء الله بروميير في الجمعية اللي كيلعب فيها جمعية النخبة أبطال مدينة الجديدة، وغيكون إن شاء الله بروميير في الفيدرالية ديال دوكالا. كيحضر معنا في هذه عملية كونترول الصديق ديال عبد الله خزار حسن حمدي. شي كلمة خويا على عبد الله والديكلاراسيون. الله يحفظك خويا عبد الله، شي كلمه خويا على الطلقه. خويا اول حاجه كنبغي نشكروا هاد الناس اللي سهروا على هاد التنظيم الكبيره ديا، راه داكشي هذا داز بمستوى ما كانش يقطع، ولكن الجو هو اللي كيحكم. تبارك الجو كان شويه كويسه، كانت شرقيه شويه، وراه الحليمات كنتمناو خير الجنه. شحال من حمامه هزيتي؟ هزيت اخويا 40. اها وشحال داخله دابا؟ داخله 31. 31 باقيين 9. والله يسخر فيهم خويا عبد الله. وبالنسبه تحيه للناس كاع اللي سهروا على الطلقه، وكنبغي نشكر الله يحفظك اخويا. الله يحفظك، شد لينا اخويا حمدي الورقه. دابا غادي نمشيو الاخوان مع عمليه كونترول. بالنسبه للحمامه اللي ديكلارا بها، الحمامه الاولى رقم الباك ديالها دوبل 0383 2019، رقم الباك ديالها دوبل 0 دوبل 0 300 دور اخويا عبد الله و83 2019. ارينا اخويا لاباري اخويا حمدي، لاباري غادي نشوفوا لاباري. بالنسبه للحمامه اللي ديكلارا بها، هو رقم الباك ديالها دوبل 0 383 ديكلارات مع جوج 2 و2 دقائق. تبارك الله، هذا هو صاحب اول اعلان في الجمعيه، وان شاء الله غيكون اول اعلان في الفيدراليه ديال دوكاله. ها البطاله هي هذه، هذه منتهي اخويا ذكر. تبارك الله، شدينا العوينه ديالو. تبارك الله، اللهم بارك. بالنسبه للعدد ديال الحمامه الاخوان في الفيدراليه، راه تبارك الله 2900 حمامة. تبارك الذكر اخويا، عنده شي انجازات؟ اه تبارك تبارك اه مزاقال اه اه تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. هاد انجاز اخويا لما تبغي تهديه بروميير في الجمعية وبروميير في الاتحاد في الفيدرالية ديال الدكالة. واحد كنبغي نهدي سميتو الجمعية عندنا، جمعية النخبة. النخبة. الأبطال ديال النخبة. كانطو. هي هي. الله يحفظك خويا عبد الله، ومبروك لك بهذا الإنجاز، اللهم بارك. دابا غادي نمشيو الإخوان مع الحمامة الثانية. الحمامة الثانية رقم الباك ديالها 36 300 2021. الحمامة الأولى 2019 والحمامة الثانية 2021. شد لينا اخويا ورقة لونجمون، غادي نشوفوا رقم الباك 36 300 2021. تبارك الله، راه لاباراي غنشوفوا لاباراي. لاباراي الاخوان، الحمامة ديكلارات الثانية، عنده ديكلارات مع الجوج و14 دقيقة، كان شوية ديكالات. بالنسبة للحمامة الأولى راه هربانة تبارك الله. رقم الباك ديال الحمامة الثانية 36 300. ولعنا في اخويا الحميمه بعد ديك الحمام ديال المسافه. هذا حمامه المسافه، حتى هذا حتى هي المسافه. لا لا مازال باقا طاردي طاردي، الاوريجين حنا اخر. تبارك الله، باقي الله كيطلع كيكمل هي. تبارك الله، ولكن هذا هربان تبارك الله، هذا هربان. هذا اش فيه، مسافه ولا اش فيه؟ هذا هذا فيتاز دو ميفون. هذا اخويا فيه الفيربوت من ناحيه الاب، فيربوت كربوني اها، ومن جهه الام ند من ماركبون تحيه الزوان اه لحد الام. تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. عاود ولعنا في اخويا. هذا هو هذا الاخوان، هذا هو صاحب اول اعلان في جمعيه النخبه، وصاحب اول اعلان في الفيدراليه ديال دوكاله، البطل عبد الله خزار الملقب بالسماريين والملقب بالمسافه الطويله. خويا حمدي، شي كلمه عبد الله
وبهذا الانجاز كيفاش وصلنا لك ولا انت اللي عيطتي لي؟ عيطتي لي باركتي لي وجيتي تولع. اي سهل اخويا عبد الخزار للتذكير الاخوان بان عبد الخزار فين اخويا تشوف انا وياك في الجامعة اخويا تلاقينا الاخوان صلينا الجامعة اخوان زيد كنقول من هذا المنبر كنبغي ندير التحية لخويا هشام راه قال لي سير الله يسخر لك راه عطانا البركة ديالو للتذكير الاخوان تلاقيت انا والبطل ديالنا عبد الخزار في الجامعة وخرج سلمت عليه قلت لي راه ان شاء الله غادي نمشي عند البطل ربو باش ندير ليه لايف قال لي سير اخويا الله يسخر قلت لي داعيت معاه قلت لي سير حتى الله يسخر لك جاب لي الله تيسير بهذا الاعلان تبارك الله اللهم بارك دكار ممتاز من جميع المواصفات لا من اللون لا من التقليبه لا من الجنح اللهم بارك وراه معروف انا بالبدعيات البدعيات ياك خويا هذه اختو هي كانت ديكلاريا سمارا هذه عمت ورا اختو هي اللي كانت واقيلا حضرنا لها في العيون العام اللي فات في مازاكا لا بنات خوك بنات خوك تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله مبروك لك خويا عبد الله الانجاز ورينا خويا الحميمات اللي جاو من السباق هادو الاخوان الحميمات اللي جاو من السباق البطل ديالنا هو هذا ها هو فينا وهادو الحميمات اللي كانوا في الطبقه ديال ولا جرار اللهم بارك هادو الدكور وهادو الإناث الإناث تبارك الله معروف هو بالبداعة اللهم بارك تبارك الله مبروك لك خويا مرة أخرى مبروك لك خويا عبد الله شي كلمة أخيرة أخويا كنزيد نشكر تاني الناس اللي سهروا على هادشي وكاين شحال طلقات انا كنقول لهم برافو عليكم وهادشي اللي كاين الله يحفظك خويا حمدي شي كلمه اخيره الاخوان كاملين الله يسخر لهم الله يحفظك خويا حمدي المهم الاخوان هادشي اللي كاين كنتو معنا في هذا الكونترول عند البطل عبد الخزار صاحب اول اعلان في جمعيه النخبه وصاحب اول اعلان في الفيدراليه ديال دكاله اللهم بارك بالنسبه للحميمات ديال الطلقه ديال ولا الجرار هما هادو هنا كاينين شي حميمات كانوا لاعبين ياك كلشي تقريبا كاملين كانوا لاعبين ما هو عنده جوج سجاني تبارك الله اللهم بارك تبارك الله بالنسبه لهاد السجن الاخوان هادي راه ديال المسافه كيلعب ديال المسافه وهادي راه فيتاس دوميفو هادشي اللي كاين الاخوان كنتو معنا في هذا الكونترول عاد عبد الخزار نهاركم مبروك تهلاو فراسكم السلام عليكم الله يعاونكم